المحامي يعني احمد خليفي في البدايه يعني يصادف اليوم ذكرى هبه القدس والاقصى. يعني نبلش حديثنا في البدايه عن الزياره اللي كانت من المقرر لرئيس الوزراء مع رئيس القائمه الموحده منصور عباس والغاء الزياره. طبعا يعني الكل يعرف ان جماهيرنا الفلسطينيه في الداخل تحيي في هذه الايام ذكرى انتفاضه الاقصى والقدس والتي ايضا يصطلح عليها بعض الناس اسم هبه اكتوبر نظرا لاستمرار هذه الايام معدوده في الداخل الفلسطيني. ورغم هذه الايام المعدوده الا انه سقط 13 شهيد في الداخل الفلسطيني ومئات المصابين ومئات المعتقلين. وهذا الجرح بالمناسبه هو جرح ما يزال مفتوح، ويعرف يعني من جميع ان الانتهاكات في المسجد الاقصى لم تنتهي بزياره شارون، انما بدات وتكاثفت منذ ان اقتحم شارون المسجد الاقصى. والمسجد الأقصى يقتحم يومياً الآن بدون رادع. وعلى هذه الخلفية أيضاً وخلفية ما يحدث في الشيخ جراح وما يحدث في غزة كانت انتفاضة الكرامة وهبة الكرامة والتي ما زلنا بصددها، وما زال لدينا أيضاً مئات من المعتقلين في سجون الاحتلال. أم الفحم سقط فيها شهيد، اللدفي سقط فيها شهيد. وعلى هذه الخلفية رأى من المناسب السيد منصور عباس أن يرافق مستوطن رئيس حكومة الاحتلال بنت في زيارة إلى أم الفحم. نحن نعتقد أن هذه الزيارة هي زيارة استفزازية، زيارة مقصودة، زيارة جاءت يعني لها يعني بعد تدنيسي في المفهوم السياسي، أنه في يعني في خضم إحيائكم لمثل هذه الذكرى، في خضم تذكركم لجرحكم نحن سنتواجد وسناتي لنقول ان يعني لنضفي الصبغه الاسرائيليه على ام الفحم وعلى عموم جماهيرنا. الامر الذي لا يمكن ان تقبله ام الفحم، بنت هو شخصيه غير مرغوب فيها في ام الفحم، التعامل مع المؤسسات الرسميه هو تعامل في حكم القانون التي هي تسن يعني وليس بحكم رغبه السكان واهالي المدينه. ولم ينسى أهالي أم الفحم الشهيد محمد كيوان والذي سقط قبل أشهر معدودة. لا يمكن أن ننسى الانتهاكات في حق المسجد الأقصى وهي ما زالت مستمرة، ومحاولة تهويد الشيخ جراح، وكل هذا ما زال حاصلا في حكومة بنيت وعباس، بل هو يحصل بوتيرة أعلى لإثبات تفوق هذه الحكومة في العنصرية للمجتمع الإسرائيلي. نحن من ناحيتنا كنا جاهزين للتصدي وبقوة لهذه الخطوة الاستفزازية ولهذه الزيارة التي لا تهدف إلا إلى يعني ضرر الرماد في عيون الناس ورش